لم توقفهم لا الأمطار ولا الأجواء الباردة. العاصمة بشوارعها وأزقتها وللجمعة الخامسة على التوالي مكتظة عن آخرها بمئات الآلاف من المتظاهرين، جزائريون رافضون لبقاء النظام، متمسكون بالتغيير الشامل والجذري. انا نشوف بزاف دوك تاع الاحزاب حبوا يولوا معانا وكدايا، حنا انا نقول لكم روحوا ماشي ارواحوا اخويا، وزيد اليوم الثاني هذه سانك الجمعه الخامسه تما سي بون دوك نورمالمون ديال جمعه الوداع. ماذا بكم ترحلوا باسكو راح ترجعوا عندنا كي اللعبه كي البابي يفوت الخازن يخرج، الله يستركم اخرجوا روحوا رحلوا، هذا واش نقول لكم. حنا اريد هو ان اوجه الرساله الى هذه السلطه ونقول لهم ان السلطه بدون شعب ليست سلطه، ارحلوا ارحلوا ارحلوا. إصرارهم وعزيمتهم تكبر من جمعة لأخرى. أحياء العاصمة التاريخية لم تسع كل هذه الجموع، لكنها أصبحت تعرفهم وتعرف مطالبهم، كيف لا وهم التواقون للحرية المتلهفون لبناء جزائر جديدة. هذا المجتمع باش يتبنى ماشي الراس برك اللي نحيو، طبيعنا نبدلو خلاص، ما نسرقو ما نكذبو ما نسبو ما نرشيو، نربيو ولادنا كبروهم على الدين والطاعة على التربية على الماكلة الحلال، دورو تاع الحلال خير من مئات المليار تاع الحرام. Il faut qu'on aille le plus vite possible vers une période de transition où le peuple prendra seul des décisions qui vont faire sortir notre pays de la situation de blocage. على اختلاف مشاربهم تجمعهم راية واحدة هي راية الوطن. كل محاولات التشتيت والتفرقة سقطت في حراك الشعب المتجدد والمستمر والواعي بما يحاك لإسكات صوت الشعب الواحد. أنا الرسالة نقول لشباب الجزائر تموا في طريقكم وما تخونوش البلاد وما تخونوش الشهداء وربي ينصركم. الشعب أسقط الخامسة لا لتمديد، لم يطلب لا ندوة ولا دستور، عليهم أنهم يرحلوا ويخلونا ندبوا راسنا ونحافظوا على الاستقرار ونعرفوا المستقبل تاع الجزائر، هذا هو الأساس. أصوات الجماهير تصدح عاليا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.